دفع المخالفات المرورية عن طريق تطبيق وزارة الداخلية. لدفع مخالفتك المرورية، قم أولاً بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك. اذهب إلى قائمة المرور. تحت قسم المخالفات المرورية، اختر طريقة الاستعلام عن المخالفات. قم باختيار المخالفات التي تريد دفعها واضغط على ادفع الآن. بعدها قم بإدخال بيانات بطاقة الائتمان. خدماتك بين يديك.